من الثنين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيني بنور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، رجعنا في راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية، نقاشاتنا مع عبد الستار على المقروض نتاعك. يعطيك صحة عبد الستار، ميرسي بوكو. تكال مقروض برشا كالوري اما بنين. لا لا لا، برشا كالوري. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. دونك فرح برجب، عبد الستار عمامو، جميلة الشيحي، وويسال اذكر اللقب عزوز. فوالا ويسال هي بنت الدار معانا في غاسين كاغي. يلا نكملوا ما بين السلاطين والفراشات. اي باللي بوان ما تنغرش. انا منعرفش كي لاحظتوا قاعده نعطي فرصه لوسال تجاوبي. الجيل ناخذ بخاطرها قاعده نجاوب. الجيل الجديد راعية الجيل الجديد هو اللي تاخذ على الخطر. اي طبعا. بيت 8-6 هما السكور يظهر لي. 7-3 عزة المخرجة شادة السكور. اي شوية جرينتا جرينتا. اضحك تضحك الدنيا، الصورة تطلع حلوة. هو فيلم ها. الاخراج لي هذا السؤال، احمد زكي في البطولة، الفنانة سناء جميل وليلى علوي. هاي شكون؟ اضحك الصورة تطلع حلوة. انا لازم نجاوب على تاي. اما لازم يكون عبد معروف، مخرج معروف، هذيك علاش سؤال. دونك مش يوسف شاهين، مش عبد. لا 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 مش عبد جدد هذوما. لا هو وحيد حامد. هاي وحيد حامد خليتني محاولة اخرى خرجت حامد خاطر الاسم باهي. شكوني اسماء بوجيبار؟ هي مغربية. أسماء بوجيبار هي أول امرأة عربية مشيت للبودابار. الفضاء قريبة على الأخر. على الأخر قريبة، ما مشيتش للفضاء ولكنها تخدم في النازا. في النازا أول امرأة عربية تنضم لوكالة النازا. برافو. وي عندنا احنا برشا ولادنا راهو. اي 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 توينسا. اي عندنا الاصيل صفاقس هو نسيت اسمه لكن عبيد اللي نعرفه. اول عبيد واحد دخل هذا هو محمد الاوسط العيار. اي قيروان هو اللي اول. فما اليوم عبيد اللي هو من صفاقس هو في النازا. كيف النازا هاي مغني راب معروف قام باعلان نيته على للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحده. هو جايزون 50 سنت. لا سنوب دوغ. فرح عبد الستار تعرفهمش؟ لا خاطي محاولة أخرى. من الجيل الجديد ولا كاني ويست؟ كاني ويست. ما يحطوش روحه في غرار. نجم يترشح. ايوه علاش لا؟ يس وي كان يا اخي. يس وي كان يا اخي. شو اسمه ريغان؟ شكون كان يقول من هاك بشوي رئيس؟ هاي هما سألوه كان يو ويست قالوا ياس يو كان. بنته اسمها نورث. نورث ويست اسم نورث ويست. يلا بعد شوي نرجع لكم مع سألتنا السريعة. هذه انفو ترافيك مع إيناس. مع إيناس راسين كاري سيني بالنور. رجعنا في راسين كاري. نرجع لأسألتنا السريعة قبل ما نسكروا الماتش ذا ما بين الفراشات اللي هما فريمون قراب ياسر للنار رد بالكم، والسلاطين اللي هما يحكموا بحكامهم في الكيستيون رابيد. البشرية الكل ممتنة لدكتور نمساوي اسمه إغناز سيميلوي. باه صعيب انك تلقى الاسم وصعيب انك تعرف علاش، ولكن هذا سؤالي علاش. ري حاجة بسيطة راه، لكن البشرية اليوم تمتن للطبيب هذا. اكتشف البكتيريات سيتادير اكتشف اللي فما حاجات وين موجودين؟ على الهواء. وي إغناز سيميلوي سنة 1850 هو اللي طلب من زملائه أنه يغسلوا يديهم قبل العمليات الجراحية، ويتسمى منقذ الأمهات
خاطره اكتشف أن حدوث حمى النفاس يمكن تجنبه نهائيا عن طريق اللجوء إلى تعقيم اليدين. شو اسمه قتلي؟ اسمه إغنا سيميلوي. ما صاب شوية منهم هم في عند الكسكروتين شوية يخصديهم قبل كل فكرة مش خايفة أي ما كيف ده كسكروت عند واحد نظيف ما يبديش بنين ما يقال ما يقال دايغ بكبينا نراجع دي غيفلكس متاع هذيك خاطر الكورونا قاعدة بغمو ترجع بشوية بشوية وإحنا لها نحن لها دونك الجيل والماء المسكويت والواحد ولا كأنه صار والله كأنه صار ولكن ربي يسترنا يعني خاطر نتذكر انا نتذكر جويلي عمليه ولا سيتي با تري جويو معناها معناتها انا كي نعرف لي خمسه ولا سته من اصدقائي المقربين عندهم الكوفيد وما همش نفس السيركل دامي نقول سيتا سوبوزي دي كيستيون معناتها كيفاش وصلت لهم سكت دور الحكايه قاعده تدور ربي يستر وي مخرج فيلم زوجة رجل مهم هو أحمد زكي ميربت أمين هم الأبطال فيلم هايل طبعا وحيد حامد وحيد حامد لا عاد مسيمة هاي محمد الشقنقيري بدرخة محمد خان خان إيه هو بك يقول لك هو بدرخة محمد خان أنا هو آخر جامع عثماني في تونس جامع صاحب الطابع في الحلفاوين بالنسبة لنا مش عثماني أما آخر جامع منسوب للفترة علاش ينسب للفترة العثمانية مش عثماني بالنسبة لنا مش عثماني لأنه وقتها ديزا تونس بعيدة شوية على الهيمنة العثمانية فمش تبنى عن نمط التونسي ما تبنىش عن نمط العثماني جامع سيدي محرز أو جامع محمد بي اللي تبنى عن نمط العثماني كما أيد صوفيا أما جامع صاحب الطابع مبنى على الطريقة التونسية معناها سويري وعلى طريقة شمال إفريقيا ككل معناها قويس وكشي بوم لكن يعتبر خاطر جاي في العهد هذاك دشن 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 في رمضان 1813 كمامة يعني 200 وشوية يلا فما حيوانات تشم ريحة الإنسان فما حيوانات تعرف أنه الإنسان خائف منها مثلا كما الكلب يعرف أنه الإنسان خائف منه ولا لا والصيد كذلك ولكن الأفعى زيدا يظهر لي يعرف أن الإنسان يخاف الفيل يشم ريحة الإنسان على بعد أفيال أميل 50 شو أريك بعد فيديو صراحة بيدا هي حكاية كيلومترات 50 كيلومتر 60 كيلومتر 500 متر بالضبط تعرف باغي اليمناسيون رمز الهاتف القار اللي هو معاش معه موجود ياسر وعنده شارب الهاتف القار لولاية توزر وقفصة 78 فيكس مش 78 79 74 توزر 76 توزر وقفصة نهاية رجل شجاع بطولة أيمن زيدان سندروم دو جوكر شو هو؟ السندروم دو جوكر الواحد يحس روحه باس بارتو يخدم كل شيء يحسك هو شرير عند الفيزاج متاع الديبرسيون هذيك اللي ما تفيقش بها كيما عند الكلون معناه هو يضحك أما من داخل حزين أي حزين ولا ليه ما الضحك إلى حد الإجرام كي تشوف وجهه لباس ما هو كريمينال وينجم يكون سيريال كيلر ولا لا لا هما نوبات من قمة السعادة إلى قمة الحزن من البكاء إلى ضحك وي هما نوبات من أي معناها سعادة وحزن نجم يكون شعور من غير تعبير على بكاء مثلا هذا يبكي وبعد شوية يضحك وأمبلور وبعد يولي يضحك برشا وهذا التداخل ما بين الزوز اللي تسمى له سندروم دو جوكر نستنيه الجوكر دو وي اللي هو يحضر فيها حضر آخر دورة لكأس العالم هي 2018
في نوفمبر تقام دورة قطر أول مرة يتبدل التاريخ أول مرة تبدل الفترة 21 مش 22 لا 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 2022 لكن الفترة هو نورمال مورا وتوى يبدأ هي في نوفمبر في نوفمبر على خطر في الطقس يذوبوا كان يمشي تاو متى أقيمت أول دورة لكأس العالم 35 يا أبسطار ليه قاعد والله ما نميت ناس مرة قالها قدامي ذيك علي ليه خلطت رولاندينو شراب جابت هي ممثلة ممثلة فرنسية كتبت رسالة عام 99 إلى الرئيس الصيني جانغ زيمين اتهمت الصينيين بتعذيب الدببة وقتل آخر نمور وحيد القرن الآسيوي هي بريجيت باردو كان هي ونذكر أنه بيبي 92 وقت اللي مشيت النوبة للبرسي إبا وقتها ذبحوا يظهر لي حاجة كان فما تصريح لها على الحكاية هي عملت حملة حتى على المسلمين أي أي على العيد تحيوا في العيد الكبير وي يلا قديش السكور يا عز 12 للسلاطين 8 للفراشات أما مازالت الطرح مازال قداش من جزيرة في تونس هذه معروفة من هو المؤلف الموسيقي اللي خدم أفلام ألزايمر عسل أسود أولاد العم النوم في العسل سكوت حنصور فما موسيقى يظهر في سكوت حنصور مش محمد منير يظهر في سكوت يظهر حنصور لا سيتان أرانجور وملحن موسيقي شرنوبي أي يعمل. عمر شريعي لا من نفس الخامة والطينة شيء المصري لا اي اي هو اسم كومبوزي لا لا عنده موسيقى خاصة معناها كي تسمع تعرف الألحان متاعو هو عمر خيرت عمر خيرت برافو هو عمر خيرت كابسا الولاية هذه اسمها القديم هي جابسا هي قفصة شو هو؟ ايش ظاهرة؟ ظاهرة على الأقرب في تاريخ قبصة قبصة اكزاكتو 13-9 هكا هذه هي النتيجة هاي السلاطين برافو أخيرا هذه هي النتيجة بقطوع منا اسم مجهود راه لا لا باهي 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 راهو مثالش راهو مثالش هو الفكره انه المستمع عنده المعلومه من عند شكون هذيك حكايه اخرى خاطر ساعات المستمع ماهوش معني بحاجات احنا مثلا شكون فما حاجه شكون خسر لا مش مهم يعني شوف غاسي كاري جونيور والدنيا اللي عندهم ياسر قاعدين في في المنافسه المنافسه على الاخر صغيرات يلا طلبت منا مستمع الأغنية هذية الحب المستحيل الحب المستحيل ترجع بينا الكذب السير وقتش هذية كليبوك مدرسة الحب نتصورها 98 حاجة هكا أنا تعجبني كنت نقول حتى كان عديو كذب السير كما قالتش اسم الأغنية نعديو أنا وليلى مانيفيك سات شانسون فريمون مصوره في تونس اون بلوس ولكن استجابه للمستمع نتاعنا بكل ديمقراطيه اي طبعا هذه اغنيه كاظم الساهر الحب المستحيل جديده على اي اف ام من 5 ل 7 نتاع العشيه مع سامي بن نور رجعنا في راسين كاري 6:36 دقيقه هاو لبينا لها الرغبه نتاعها كاظم الساهر ما تعديش برشا معانا في غاسين كاري ان توكا مرحبا بكم وين ما كنتوا مستمعينا السؤال يقول شنو هي الحاجه اللي قبلت بها الولايات المتحده الامريكيه لاول مره في 1924 علما انه القرار هذا يخص فئه معينه من السكان السود عطاتهم الجنسيه الامريكيه الهنود الحمر شعطاتهم لا حاجه معروفه الولايات المتحده لقات سنين تقصي في الهنود الحمر وهم السكان الأصليين بحالة وأنها أكثر بلاد تغلغلت فيها العنصرية وإقصاء السود كيف كيف عانوا مثلا الأسيويين زادة من الإقصاء هذا كان لازم برشا وقت باش يوصلوا يحتفلوا بالاختلاف العرقي الكبير متاع شعبها قبل كانت الجنسية ما تعطاها كان البيض لمدة 10 سنين
حتى النصوص القانونية والتعاملات الإدارية في قطاع أعطاء الجنسية يقسموا البيض والأعراق الأخرى. أنتر بارانتيز هوني إذا كنت تفرجوا فيلم ممتاز نسيت الاسم لا محالة ولكنه يحكي على الممارسات هذية اللي هو منعش كان شفته جميلة أنت تشوف برشا الأفلام النوعية هذه اللي هو مقاول أسود وكان يخدم بصيفته معناه أجنس إيموبيليير كان لازم يتعدى بصديق ليه أي أبيض أي هو ما يظهرش ما يظهرش جملة معناه وقت اللي يتعاقد يمشي السيد الآخر مو معناه صح ممتاز نسيت الاسم وكانت هذه معناه من لي ديفايونس في الدستور تاع الولايات المتحدة ما كانش مطروح موضوع دوا دو سول هذا وقعت إشكالية ماهيش محلولة 1857 صار قرار دريد سكوت اللي هو قرار يمنع السود على السود أحرار كانوا عبيدنا يمشيوا للمحكمة يعني مهما تعمل فيهم ما عندهمش حق يشكيوا ويستفيدوا من خدمات المحاكم على خاطرهم مش مواطنين ومش باش يكونوا مواطنين أمريكيين. بعد الحرب الأهلية خرج السيفل رايتس أكت اللي هو اللي ينظم 1860 واللي نحى الدريد سكوت هذا ولو السود عندهم الحق في الحق الأرض هذه قعدوا فما أقليات مقصية كما الهنود الحمر وغيرهم اللي كانوا لازمهم يستناو حتى 24 اللي هو معنا بلوغتك انت باش الكونغرس يعطيهم الحق في المواطنة يعني وليوا أمريكان بالقانون. برشا صور كذلك شفناها مثلا أول طالب أسود مهين بصراحة تصويره يعني في قاع القصر محطوط على طاولة تحشم يعني تحشم تصويره للأسف ليه والغريبة فيش توسود جابوهم سكنات معنا ما يزيش قلعوهم من أصول من أصولهم وبيعوهم وكذا لكن الأخرين مالي ما قالك جيبني راه قالك جيبني والأخرين الهنود الحمر ما هم مالي المول معنا هم مالي الدار ما تخيل واحد يدخل الدار ويجيب ماليها يخرج ماليها ماليها يحطه في سقيفة مثلا كله ما عندك حق حد هنا ما عادش عندك حق تدخل وهذه داري راي غلبة كبيرة معنا هو غلبة حسب CNN 10 أفضل أطباق هما كسكسي برقم 10 سي عندي هذوما الأسئلة ما تحبهمش بالنسبة ليك شو معناتها أفضل أطباق أي أفضل بون حسب سيانين حسب سيانين معناها فما دراسة فما عباد طلبوك طلبوك بالتليفون وخذيت فلوس عليهم كما قال لنا ذاك النجم دبر فلوس من اللي يسألوك أنا شانتيون 35 ألف شخص في العالم الكل في العالم سيبا مال كمان بون ماهوش ريبريزونتاتيف لدرجة انه يولي ولكن هذا تلاحظوا فما ناس لا 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 35000 شخص في العالم صوتوا على السونداج اللي عملته CNN كانت النتيجة انه 10 احسن اطباق سباجيتي بيتزا رقم 10 من تايلاندا سوشي لو كوري ماسامان اللي عبارة على دجاج او الحم مفوح بالقرفة والكمون والنواد مسكاد القرفة والنواد مسكاد اي اما الكمون الكمون ليه خاطر الكمون مبدل كوم يبدل قوي قوي اون برينسيب في الكوجين احنا الكمون ما نستعملوش هذا كموني هذا عاود البحر ليه صيني البحر عملتوه من انتوما ما تقولوش بهالسواحل اما سفيقوس يقولوا به خاطر تقول شنو الكمون نقولوا تقولوا لا مع الحوت كان حطته في ولد البحر معناها راود البحر جديد خاطر يبدل مطعم قوي اللي اتهموا به اهل البحر اهل قوي قوي مطعم انتم تحطوا الكمون في انا ماهوش مفضل عندي الحوت يعني الحوت يخلط لكم ماهوش فريش هذا القوت التاسع كطبق هو لو كانغ لاكي من الصين طبق البط هذا الشهير سكري سالي المطعم دونك على خاطر يستعملوا فيه العسل صوص دو سوجا هذوما صحابي جانجامبر وبرشا فحات اخرين انا اللي غدو نحب الحلو مش عارف الكل اي انا نحب جميله مثلا انا ما نحبوش لا هذا زين المشمشيه كليتها المشمشيه ليه كي نلقى نذوق ناكل ما ان توكا فما اطباق عندنا في الحلوين وحارين في نفس الوقت في تونس بنين كمان المغاربه اختصاص هاي مغاربه برشا اما عندنا مش برشا احنا عندنا القسطليه فوالا مرقه حلوه لقيت النوي ظاهر فيك وي الرامنس في اليابان هو اللي نوي جابونيز اللي هما بالحم والخضره اختصاصك اختصاصي الحم والخضره ولا الدجاج والخضره
وكي تحب معناها تعمل حاجه هكا كروفيت وخضره يعني يعني ولكن الدجاج وخضره يقوم بالواجب وبنين ولا بس عليه. الثامن هو لو دوم سام من هونغ كونغ هي حلوه ومالحه يتاكلوا مع التاي اكثر طيبهم على البخار ولا تقليهم شو ما يطيب على البخار هما كيما معناها ما همش طبق معناها معناها ميزغال فوالا مع التاي يعني ما ينجم يجي سوم تام ولا سالاد فيرت من تايلاندا هي سلطة غلة كلاسيكية سالاد فروي دونك موجود كذلك عندنا به نوي أخرى من تايلاند تقريبا هو يشبه شوية للنوي جابونيز توم يوم يونغ من تايلاندا كتكوس قدش من طبقة بنين هذا من اسمه بنين من تايلاند توم يوم توم يوم يونغ هي شربة شربة بالكروفيت فوالا الثالث هو لي سوشي اليابان الثاني هو النازي غورينغ من اندونيسيا روز تحسه مفور روز وعظم ودجاج وكروفيت شويه بايله ولكن الرقم واحد ما عنديش هذه هي ليه ما نصدقش كسكسي نحطوها احنا نحطوها احنا ليه اما لاحظتوا ان اغلبها شرق شرق الاقصى اي ما يظل لي عليه يظل لي موجه اي سونداج عملوه في جهه معينه ليه ما انت تصور تلين ما عندهم شيء تلين ما عندهم شيء والفرنسيز زاده والا خاطر بوتيتر هما الكوجينه نتاعهم سيطرت على العالم في امريكا العدد نتاعهم عددهم كبير هما يبيعوا برشا راهو اختصاصاتهم بالقدا معناها انت في كل مدينه تلقى كي تمشي في اي مدينه في الدنيا في العالم تلقى الكوجينه اليابانيه والكوجينه الصينيه وما تلقاها بالحاجه ما تلقى موجودين ما تلقاش الاخرين مازال تما في الليسته اللي مش عندي ولكن في الليسته كومبليمونتير بيتزا نابوليتان من ايطاليا خلينا وكذلك الهامبرجر الالماني هما خاطر هو يرجع لي هامبورغ كلمه هامبورغ الصياده اللي كانوا يهبطوا باش ياخذوا ساندويتش لحم مفروم وياكلوه ان توكا كان جيت باش تزيدوا في الليسته هذيا شنو تزيد؟ بغير اعتبارات انه من تونس اصلاتها مشويه ديريكت من غير ما نخمم ملوخيه ملوخيه حتى المسار يقول لك ملوخيه نتاعنا راه لا على واحد الطريقه انا غيانا فاخ ترى غير للعلم ان راه الطريقه اللي طيبوا بها احنا هي الطريقه الحقيقيه اللي هم يريدوا في مصر كانوا يعملوها الشيحه ومهرسه من وقت الفراعنه كانوا يطيبوها كذا ما يبغون ولاد فريش با علاش ولاد فريش خاطر الحاكم بامر الله الفاطمي الخليفه الفاطمي منع طيب الملوخيه لانها اعتبرها طبق ملكي لا رويال الشعب ما يزموش ياكلها ما يزموش ياكلها قالوا كي الملوخيه تقليت فضيحه شيء قالوا اضطروا مسيكدات اخوتنا المصاروه بالغصره معناها خوفا من يزم ياكلوها خوف ولا ياكلوها خضراء حتى ما تفوحش كي خضراء ما تفوحش يعني فما سبب معقول شنو تزيد انت وسام حاجه بسيطه جدا ساتروز نموت عليها شنو سلطه الروز سلطه روز اي بي بون تقترق الروز نازل انا صحن تونسي بوغ موا طبق الدنيا معناتها وي فما حاجات اخرين مثلا لو بولي مومبا من الجابون مثلا لا كريم غلاسي ايطاليه برشا اطباق اخرى ولكن اهمهم هما قاعدوا في الليسته اللي هي اكثر مسيطر عليها اسيا وي يلا فاصل ونرجع لكم فيلم شهير اسمه لي تو مودرن المخرج تشارلي شابلين هو بيدو هو هو اي بغير صوت هو تشارلي تشابلين هو دراما سيناريو والاخراج تمثيل دراما كوميديه امريكيه من تاليف وتمثيل واخراج تشارلي تشابلين هذوما الناس اللي كانوا يعملوا كل شيء ولكن صدر في عام 36 هو اخر افلامه اللي تصور شخصيه تشارلو اللي كافح من اجل البقاء على قيد الحياه في العالم الصناعي. الفيلم عباره على ساتير على اعمال معناها لو ترافاي على شان ولائحه اتهام للبطاله والظروف المعيشيه يسخف ياسر الجزء كبير من السكان الغربيين خلال فتره الكساد الكبير لا غران ديبرسيون اللي فرضتها مكاسب الكفاءه اللي طالب بها التصنيع في العصر الحديث
وين نجوم الفيلم هما تشارلي تشابلن و فما ممثلة اي فما ممثلة ما نفكرش اسمها اللي كانت رفيقة المخرج لبضع سنوات بعد التصوير فرح بنستحضرش اسمها بوليت جودار اه وي بوليت جودار اللي هي كانت بطلة الفيلم انا السين اللي قاعد في بالي قاعد في ذهني متنحاش من الفيلم هذا ياكل في الواحد اللي شفيه دزوز حودك اي ليك بسو بهم وتلمه هو السينس ديما يكلم فيها عارفه فشدوا من خشمه هذيك معناها الريزوم البريود كلها لي دونس لي كوريغرافي اللي فيه مانيفيك انا ما شفتش حتى فيلم يحكي على استغلال العمال وغيره اقوى وقتها سيرتو وقتها معنا يعني في الوقت هذاك وذاك باش اتهموه معنا القول سبله باش اتهموه بسبب انه كوميونيست وانه معنا ضد شيوعي وكذا معنا هذيك تركزوا عليها برغم برشا اخبار خرجت على تشارلي تشابلن يعني ابريس ولكن فما حاجه مزيانه ياسر هي ولكن فما حاجه مزيانه برشا اتعملت هي دوكيومونتير عليه ان جور اون في تشارلي تشابلن حاجه مزيانه ياسر فريمون شوفوها مانيفيك ان جور على اليوتيوب يسرح لوران دو لاوس مزيان ياسر معليها ليميسيون هذيك وي ان جور ان ديستان ولا ان جور اون في يعني حاجات هو معناتها تعمل بطريقه ياسر مزيانه يلا درجي اللعب درجيلا ويصال شنو لو سندروم دو فومو لو سندروم دو فومو فومو اف او ام او جاي من سندروم جوكر هذا فومو 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 فوبي من حاجه هي اكرونيم الجمله باللونجلي الناس كل عندنا منه بريسك الناس كل عندنا انا جو بونس الناس كل ابريفياسيون معناها للكلام اي ابريفياسيون ابريفياسيون انجليزه اي نعطيكم الجمله fear of missing out يعني خوف انك تمشي تضيع لا تخاف انه حاجه تفوتك حاجه لك missing out زي ما تكون اتاشي التليفون وتخاف اللي حاجه تفوتك مازلنا كعملنا لا 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 هذاك تاع فيبرات الفيبرور اي لا يجيك ابيل وما تفيقش ولا خبر خرج وما تسمعتش به هو هذا موجود موجود شو اسمه فومو اف او ام او سندروم فومو فير اوف ميسينغ اوت فرح قاعده توزن من قبيله تشوف عندها زعما تقيس في روحها تخمم اذا ما انا منهم هذوما شنو عندهم سندروم ليه نفيتني كل شيء ذيك اش قاعده اين انا من هذا السندروم يلا فرح انا بيدي ما يهمنيش وفات وبحثوا وفات الدنيا ميرسي ويسال دونك انا باش نسالكم شنو الملعب اللي عيطوا له ملعب الاحلام او الملعب المقدس ملعب كرة قدم يعني في أثينا استنى ملعب الأحلام شنو هو شنو تكلم في ملعب كرة قدم ملعب كرة قدم ملعب كرة قدم يعيطوا له ملعب الأحلام في الملعب المقدس هو الملعب هذا يحمل عدة أفراح منها سنة 1966 ويمبلي برافلي ويمبلي على خاطر في العام هذايا نال المنتخب الانجليزي كاس العالم الوحيده والاخيره اللي في تاريخه لحد اليوم بهدف مشكوك فيه بوبي مور بلوس هدف مشكوك لانه الهدف الكره ما كانش من الامكانيات قبل باش تشوف كاميرا على الخط الكره تجاوزت ولا لا دونك قاعده ديما انيغم انه هي الكره ضربت على في المرمى الداخل ولا لا دونك بالرغم هذا هزت انجلترا كاس العالم 66 دونك يقول بوبي مور هو اللاعب اللي رفع الكاس هذه في 30 جويليه 66 وهو اللي حقق العديد من النجاحات في هذا الملعب القديم منها كاس الاتحاد الانجليزي عام 64 وكاس الاتحاد الاوروبي للانديه الابطال الكؤوس 65 وتم هدمه الملعب هذا بالكامل واعادته مره اخرى في 2002 عاودوا بناءه الي مانيفيك اليوم معناها كي تعاود برغم انه كي عاودوه لو بودجي تجاوزوا البودجي اللي تحط له ولكن واحد يقعد من لان دي مونيمون تاع كرة القدم في العالم نحكيو على ويمبلي اي ميرسي فرح يلا عبد الستار عندي زوج اسئله اما السؤال اللي اخترته هو سؤال مع اعتبار احنا عندنا لافيديت نتاع اليوم هي باشيليير اي سنه الريزلتا في 2015 شنو الحاجه اللي الجيش الهندي اجبر بها عليها
اللي عديوا في الامتحانات اللي قبل البكالوريا عنا مش يضمنوا عدم الغش، بخلاف أنه مسكروا الانترنت ونحاولوا الهواتف المحمولة وكل شيء. مين وقته؟ في الهند 2015. مش الكاردون على رأس كل واحد؟ لا ذكرها. لا. الجيش الهندي، الجيش الهندي أجبر المختبرين هذوما على أمر، على حاجة مش يحاولوا معناه ينقصوا من بغفو. بغفو قرأني قعدت نخمم فيها برشا. قبل ما يدخلوا في الملابس الداخلية دخلوا الملابسهم الداخلية مش يظنوا اللي ما لكيت لحكا بلوات لشي شي ننسى ربنا كما خلق هنا تبوسي ولا كائن هذه من وحي وحي اللحظة. ساكن حتى اللي قرأوا لروحه بالتركيز ضاع في الامتحان معناتها. يلا جميلة شوية شوية انجليزية. شنو الفرق بين anyway و anyways؟ anyway مهما يكن. اي يعني مهما يكن فمش نعمل هكا وهكا مثلا. anyways بأي طريقة. اي هكا. اي بكل الحالات وبأي حال من الحالات. اي في كل الحالات anyway. هكا ذول. anyway شنو معناها؟ يعني مهما يكن. اي اي هي هذه إجابتي. هي النجم ونستعملوها في شو الفرق بين anyway and anyways تقصد؟ أي خاطر برشا يقولوا مثلا الـ anyways هي البلوريال متاع anyway. أي فهمت؟ هو مش صحيح. هو مش صحيح بيان سور. anyway adverb. دونك شنو الفرق هو؟ anyway adverb. فما فرق. شنو الفرق؟ شنو الفرق بين anyway و anyways؟ anyway نجم نستعملوها في برشا حاجات. أي في التناقض مثلا. ناش تقول مثلا انا نكره جلبانه مثلا anyway. ولا اللوبيا تقول لك اي هيت جلبانه مي اي ايت anyway نجم ناكلها صحيت. ولا مثلا تبدا تحكي في حكايه وتحب تلخص الموضوع تقول anyway هانيت نعمل هذا ضيع تليفوني لم يتفرشي فركست عليك تي anyway ها ضيعته فهمت باش تلخص الحكايه anyways و anyway زي عاد فسرت لكم anyway خلاص anyway نعرف المعنى anyways ما نعرف إبا صديقي ما فهم حتى فرق هذه جميلة هذه جميلة على خاطر اللي زونجلي يقولوا anyway وليز أمريكان يقولوا anyways دونك ما فهم حتى فرق إذا كان سمعت واحد يقول anyway راهو سيتان أنجلي وإذا كان واحد يقول anyways راهو أمريكان anyway نمروا لسؤال anyway أي فزي أبسط من القائل في رسالة من فلان يقصد نفسه إلى كلب الروم أما الجواب فما تراه دون كلب الروم أي ما تراه دون ما تسمعه سيدة ذلك تبهكي قال هذا تولد عام 799 بمدينة الري 1900 لا 799 لا 799 معاصر يعني توفي 809 بطرطوس طرطوس بخراسان وعمره 44 عام زوجته اسمها زبيدة زبيدة ويعتبر من أشهر من ملكة في الدنيا من ملكة ملك شنو ملك ولا ملك ملك معناه ملك في الدنيا ملك كان ملك امبراطور يعني مثلا الناس بتقول امبراطور قرقوش لا ليش شنو هذو مش المغول وكلهم عرب الاسم ديما نستعملوه احنا كي نقولوا نستعملوه برشا وموجود في الخرافات قارون قارون لا شو اسمه ليه شو قلت انت قارون كان ثري ما كانش ملك ملك عربي في الخرافات مستعمل في الخرافات كان هما خرافات هو في خرافات ألف ليلة وليلة عبد العزيز العروي هو والوزير نتاعو زوجته اسمها زبيدة علاء الدين لا والله هذايا ملك قال كلب الروم قال من فلان الفلاني الى كلب الروم استنى نتكلم في ملك بيزنطة نتكلم في ملك بيزنطة في حادثة عمورية حرق له معناها صدم عليه زوم على الارض نتاعو هارون الرشيد هارون الرشيد بافو
هارون الرشيد هو وين معنى علاش حبيت وزيره وزير جعفر البرمكي أيه. جعفر جعفر البرمكي وزوجته زبيدة بنت هارون مرت هارون الرشيد. لا انا اللي حبيت اللي حبيت نلفت النظر فيه علاش عديت الدات نتاعو 799 809 معناه 10 44 سنه فقط. هارون الرشيد اللي ملأ الدنيا وشغل الناس واسمه قعد لتوا في 44 سنه 44 سنه كهو ما نمشي بريك راه مش مسألة مين ما يقبل 44 سنة ستة كيكو شهور عاش برشا معناها ميل فترة كمان فترة عظيمة. ما تنساوش حاجة واحدة هو أن السيدة ذي هو حفيد تونسية اللي هي أروى القيروانية مماتو أروى القيروانية مماتو مماتو أمبو شكرا ميرسي ستورة. يلا كانت هذه راسين كاريل اليوم بعد شوية الميتيو والأخبار وبعد شوية سبور بلس غدوة إن شاء الله نتلقاو في حلقة جديدة.